التموين النهارده، لانه زي ما بقول لحضراتكم هو ايضا الشغل الشاغل للمصريين ولكل الناس. النهارده تم تداول منشور بيتم تداوله، وقال لك الاسعار دي بتاعت شهر يناير الجاي، يعني الاسبوع الجاي. روح للاستاذ عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه عشان يقول لنا حقيقه هذا المنشور، هل هذا المنشور صحيح ام غير دقيق؟ استاذ عبد المنعم مساء الخير. مساء الخير استاذ احمد ومساء الخير على متابعينك الكرام. احنا هذا المنشور تم تداوله على التواصل الاجتماعي، لحد الان لم يثبت اي شيء من هذا الموضوع، ولم تصدر وزاره التموين اي كلام من هذا القبيل. مش عارف التداول ازاي على صفحات التداول التواصل الاجتماعي. طيب المنشور بيقول قائمة صرف السلع التموينية اعتبارا من 1 يناير 23، حضرتك بتقول هذا المنشور ما تعرفوش عنه حاجة كوزارة التموين. تمام. خالص. تمام. ولا الأسعار اللي فيه بتاعتكم. ولا الأسعار فيه، إزاي الرز السكر ب 10.5 في الطاقة هينزل ل 10 ب 10 جنيه، وإزاي الأسعار دي اتحطت؟ أنا مش عارف بجد والله حتى تاريخه. طيب هم هنا بيقولوا السكر 14، حضرتك بتقول لي مش صحيح. لا ده فعلا. يا استاذ عبد المنعم معلش، احنا الموضوع ده محتاج شويه تفاصيل. مش صحيح. لا يا فندم، لم يصدر اي تعليمات ولا اي توجيهات من معالي وزير التموين حتى هذه اللحظه اللي بتكلم مع حضرتك فيها بخصوص شهر يناير او صرف شهر يناير او اسعار شهر يناير. جميع الاسعار المتداوله عن صرف سلع تموينيه باسعار جديده من يناير حضرتك بتقول لي كذب. اه طبعا. معلش انا مش انا اللي انا بقول لحضرتك، حضرتك اللي تقول مش انا. أي يا فندم، أيوه حضرتك يا فندم، أيوه هذه لم تصدر من وزارة التموين والتجارة الداخلية. الأسعار دي غير حقيقية. تمام. هحط المنشور على الشاشة. تمام. عشان حضرتك تكذبه بشكل واضح. تمام. يا عبد المنعم بيه خليل. أيوة كل الأسعار اللي موجودة قدامنا على الشاشة حضرتك بتقول غير صحيحة. غير صحيحة يا فندم، ولم يصدر بها أي توجيهات من معالي الوزير. ولم يصدر اي شيء من عندكم وزاره التموين عن هذه الاسعار. تمام. المنشور المتداول ده كذب صح؟ كذب. كذب. معلش انا عايز الجمله واضحه. كذب. كذب يا استاذ احمد، ولم يتداول من معالي الوزير، ولم يتغطى، لم يصدر من وزاره التموين والتجاره الداخليه اي اشياء بخصوص شهر يناير حتى تاريخه. عظيم جدا. ومش متوقع، شيلوا المنشور بقى. فإذا المنشور بيتم تداوله، سيد استاذ عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه في وزاره التموين بيقول لك ما نعرفش عنه حاجه. حد قاعد مع نفسه ضرب الاسعار دي؟ يعني حد قاعد كده ضرب هذه الاسعار وقال لك هيزودوا كذا؟ قال لك ما فيش عندنا حاجه، ومفيش قرارات طلعت. مفيش قرارات طلعت ليناير. طيب المتوقع ايه في يناير؟ الاسعار اللي الايام الجايه متوقع ايه؟ المتوقع الاسعار زي ما هي يا استاذ احمد، ما فيش اي تغيير ان شاء الله، ان شاء الله في الاسعار، لان النهارده احنا بنتكلم في يوم 24 ولا يوم يصدر اي شيء، ولا على اعتقاد انها تكون الاسعار، لان النهارده الدوله حريصه على رفع الاعباء عن المواطن المصري، الدوله حريصه على توفير السلع، الدوله حريصه على تبدا المبادرات والشوادر من اول يناير عشان شهر رمضان المبارك. فازاي الدوله هتكون حريصه على رفع على زيادة المبادرات وزيادة الشوادر وزيادة السيارات المتنقلة والأسواق وإقامة المعادل لشهر رمضان من أول يناير؟ يعني أعتقد أن الكلام ده يعني واضح جدا، يعني ضد هذا الكلام خالص خالص خالص. التوجه الآن التوسع في الشوادر والمنافذ والأماكن الخاصة بالبيع بأسعار اللي هي معقولة أو مخفضة. وبأسعار مخفضة إن شاء الله. وده يتنافى مع الأسعار اللي هي بيتم تداولها البعض، وحضرتك بتقول انها اسعار غير حقيقيه ولم يصدر اي كلام من وزاره التموين عن هذه الاسعار. طبعا. اسعار بطاقات التموين المواطن اللي بياخدها 1 يناير كما هي. استاذ عبد المنعم. ايوه يا فندم، بقول لحضرتك وانا بتكلم حضرتك لحتى الان لم يصدر اي شيء من وزاره التموين بخصوص الاسعار الجديده، والناس تداولوا هذا على صفحات التداول الاجتماعي من التواصل الاجتماعي من ضمن الشائعات اللي بتحصل كل يوم والاخر. فطبعا دي اسعار غير حقيقيه، وزاره التموين النهارده حريصه على مازال القدس اللي هي بتدفع فيه التحفيز الدعم الاستثنائي، النهارده رابع شهر شغالين فيه وهيستمر، فازاي هنرفع بطاقته وعامل دعم استثنائي؟ زي يرفع اسعاره في دعم استثنائي شغال للمواطن
رفع الاعباء عن المواطن اللي هو المرتبات القليله والمعاشات والارمله المعيله وذوي الاحتياجات الخاصه، كل ده شغالين عليه. لسه ما زلنا في الدعم الاستثنائي من دوله من فخامه الرئيس اللي هو مد لمده 6 شهور، لا هنرفع اسعار واحنا بنعمل زياده الدعم. كويس، يعني احنا مستمرين اللي هو الدعم اللي هو 100 جنيه و200 و300 مش كده؟ اه طبعا مستمرين يا فندم، ولسه بصرف النهارده الشهر الرابع بصرف. وبتستعدوا دلوقتي لصرف حصه التموين اللي هي بتاعت يناير. يا دوبك يوم 28 29 بيتم الدفع بمقررات شهر يناير في جميع المخازن على مستوى الجمهوريه. كل السلع موجوده الحمد لله. الحمد لله جميع السلع التموينيه متوفره، ولو اقل شيء عندنا 6 شهور مخزون استراتيجي من السلع التموينيه، سواء الرز او السكر او الزيت او المكرونه او كل السلع الحمد لله مخزون استراتيجي امن. يعني الناس اللي عنده بطاقه تموين هيلاقي رز في اول يناير صح؟ ان شاء الله يا فندم موجود الرز. بسعره اللي على البطاقه العاديه. بسعره اللي على البطاقه العاديه ان شاء الله يا فندم موجود. الرز موجود ما عنديش مشكله في الرز مش كده؟ لا ما فيش اي مشاكل في الرز يا استاذ احمد، الرز متوفر وجميع المخازن فيها الكميات المناسبه للصرف في جميع المخازن. احنا بقى عندنا يا استاذ احمد عاوز اوجه عنايه حضرتك، عندنا 1500 مخزن على مستوى وجه قبل وبحري للشركات الجمله التابعه لوزاره التموين. نعم. يعني وبقى في استعاضه النهارده مميكنه على الفور على عدم نقص اي سلعه تموينيه في المخازن. المخازن بتامد على 6000 فرع جمعيتي و1300 فرع مجمع استهلاكي و40000 بدال تمويني على مستوى الجمهوريه، يعني رقم غير عادي. عظيم. يتم الاستعاضه فورا ويتم النهارده توفير هذه السلع من قبلها. يعني بيبقى يوم كل على 4 مرات استعاضات بيتم خلال الشهر ليكون هناك مخزون استراتيجي امن ومفيش نقص في اي سلعه تموينيه على مستوى الجمهوريه. واتمنى ان اي مواطن او اي مواطن ياخد يعرف ايه الحدود اللي على بطاقته وياخدها وما يسيبش حاجه للبقال التمويني، ليت مثلا 2 كيلو سكر اللي هو ازازه الزيت الرز، كل ده متوفر بجانب 31 سلعه بيتم عرضها من خلال هذه المنافذ. 31 سلعه تموينيه بيتم عرضها. طب معلش ممكن حضرتك تقول لي ارقام، يعني انا النهارده بتكلم على كم مواطن يناير احنا بجهز لهم الحصه بتاعتهم هيصرفوا بيصرفوا التمويني؟ في دعم تمويني 64 مليون مواطن بياخدوا دعم تمويني على مستوى الجمهوريه. نعم. بمقدار يعني 64 مواطن مليون 64 مليون مليون مواطن بياخدوا دعم تمويني. ايوه. عندي كم بطاقه تموين اصلا؟ عن بطاقه تموين انا الرقم انا اسف والله يعني مش في دماغي دلوقتي، بس حاجه و70 يعني مليون يمكن، حاجه و70 مليون تقريبا بطاقه تموين على مستوى الجمهوريه. نعم معلش انا بسال اسئله التمويل انه التموين لا. مهم للناس. لا يا فندم، على 64 مليون وفي مواطن. دعم الدعم الاستثنائي اللي هو عمله مع فخامه الرئيس 933 مليون جنيه شهريا دعم استثنائي بزيادات في حصص التموينيه للمواطنين اللي قلنا اللي هم الفئات الاكثر احتياجا واللي تم عليهم صرف 100 جنيه او 200 جنيه او 300 جنيه على البطاقه لمده 6 شهور ثم مدها تاني. طيب لو انا النهارده بتكلم اللي هيتعمل فيه السوق خلال الفتره الجايه، كان حضرتك معانا الاسبوع اللي فات وقلنا ان احنا قدامنا كام يوم عشان نحط الاسعار، ايه اللي تم في هذا الملف تحديدا ملف الاسعار على مستوى الجمهوريه؟ النهارده جميع الحملات زي ما قلت من حاضر من خلال برامج الاعلام المرئي على مدار الساعه والاعلام المسموع بجانب الحملات من الجهات المختلفه من الجهات الرقابيه زي ما حضرتك اشرت قبل كده، وزاره التموين وحمايه المستهلك وجهاز حمايه وسلامه الغذاء ومباحث التموين شغالين ليل نهار لجميع المحلات لوالي التوعيه والارشاد واخذ اقرارات بوضع الاسعار على السلع سواء كان السعر مكتوب على السلعه نفسها او على الرف طبقا للموجود في الفاتوره المشترى منها من المصدر ليكون هناك سعر عادل. دي بجانب السلع اللي يصعب استعراضها النهارده زي الخضار والفاكهه هيتم مع جهاز حمايه المستهلك مع اتحاد الغرف التجاريه مع اتحاد الصناعات ليكون هناك سعر استرسال او سعر عادل يتم وضعه، يبقى معروف من سعر العبور طالع بكام هيبقى في السوق يتداول بكام. ان شاء الله من يوم الاربع بينتهي هذه المهله الفتره التوافقيه اللي كل بقال صغير مهما كان حجمه في اي قريه او نجا عرف بهذا الموضوع وصلت له الرساله اللي كل من يخالف هذه المواضيع طبقا توجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء هيكون مصدر البضاعه والغلق فورا، بجانب طبعا
أنا مش عايز أقول عقوبة من 200,000 إلى 2 مليون جنيه عقوبة طبقا لقرار قانون جهاز حماية المستهلك 181 سنة 2018 لتوقيع أقصى عقوبة للإجراءات الصارمة في هذا الموضوع، لأن إحنا بقالنا 15 يوم جميع أجهزة الدولة شغالة على هذا الموضوع. نعم. طيب إذا مخالفة الأسعار حضرتك بتقول إنه تصل غرامة ممكن لحد 2 مليون جنيه. والمصادرة والغلق. وغلق المكان، غلق منشأ، ودي توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء. نعم، ده الكلام ده من يوم الأربعاء الجاي. من يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله يا فندم. طيب أنتوا عاملين هذه الحملات، هل قعدتوا مع الجهات المعنية، قعدتوا مع الغرف، قعدتوا مع الناس المعنيين عشان الرسالة توصل للدنيا كلها؟ ما يبقاش حد يقول لك أنا ما أعرفش. لا يا فندم، كل ما فيش حد في مصر ما وصلتلوش الرساله. أي. احنا 100 مليون وكذا، ال 100 مليون النهارده بقى عندهم يعني رساله واضحه، سواء من الاعلام المسموع او المرئي او الحملات شغاله في جميع انواع المحافظات والمديريات والمحليات، ووزير التنميه المحليه شغال بجميع يعني العاملين معاه في هذا الموضوع، ويمكن شفت بعض المحافظين نزل بنفسهم في سوق الخضار وسوق الفاكهه والمراكز والاسواق العامه. فالنهارده الدوله بجميع اجهزتها شغاله، لان ده موضوع مش هي يعني مش هيعدي كده، لان احنا في ظروف استثنائيه، في وضع اقتصادي العالم كله متاثر بيه، ولكن احنا عندنا الحمد لله سلع متوفره ومخزون استراتيجي امن. ليه نتلاعب بهذا بالاسعار؟ ليه نجري وراء اشاعات ويقول لك السلع الفلانيه لا هيجري كذا، لا النهارده كذا، لا احنا عندنا مخزون استراتيجي امن، والدوله حريصه على خروج السلع من الموانئ، الدوله حريصه على توفر السلع، الدوله حريصه على المخزون الاستراتيجي. يمكن حضرتك مشاهد يا استاذ احمد ان فخامه الرئيس ودوله رئيس مجلس الوزراء يمكن اكثر من اجتماع اسبوعيا للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي. يبقى في اتاحه اهو لنرفع في الاسعار بقى بالطريقه دي. اللي هي الاسعار الزيادات غير مبرره. غير مبرره طبعا. طيب الرز، حضرتك كلمتنا من كام يوم عن الرز، النهارده بتصدروا اعتقد كميات كبيره جدا في مخازن او بعض المضارب، ايه الملف الخاص بالرز دلوقتي؟ الرز الشهير طبعا في شغالين عليه وعلى الرز الابيض. آه. ولكن الرز الابيض النهارده تم ضبط 100 طن في مركز اخر في البحيره. 100 طن كانوا في مخزن، طبعا المخزن غير مستوفي الشروط وغير معلن عنهم بقصد الحجب فعلا. ولو مش عارف حضرتك بقى الصوره كده حضرتك موجوده. المخزن إيه؟ المخزن طبعا ده غير مطابق لتخزين الرز الابيض، ويبدأ معنى انه هو حاجب السلعه، فطبعا ده طبعا غير ممنوع تماما. احنا النهارده بنقول ممنوع، ده ممنوع تماما، ممنوع ممنوع. وما اخطرش وما قالش ده ايه، ومش مرخص ومش مفتوح. فطبعا دي طبعا حسب التوجيهات وحسب التعليمات اللي جت لمديريه التموين البحيره، اشتغلوا وجابوا لهذا المخزن النهارده 100 طن وتم مصادرتهم. الشرقيه لسه جايبه 133 طن شعير. عاوز اقول يعني كل المحافظات شغاله حقيقا، الجيزه، البحيره، الدهليه، دمياط، اسكندريه، كفر الشيخ جايبين 94 طن، كل المحافظات شغاله على قدم وساق، سواء في الاسعار او في الرقابه او لمنع تداول السلع المغشوشه او منع تداول السلع غير مطابقه للمواصفات. فالحمد لله الدوله شغاله يعني على قدم وساق في ظل هذه الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها، ان ما حدش متهاون النهارده وكل شغال. طيب معلش انا يمكن ملف ما اعرفش هل يعني في اطار واحنا بنتكلم مع حضرتك، بعض الناس قال لك ناكل مش عارف الفراخ غالية فنروح ناكل ايه، البتاع غالي، فلدرجة انهم اتكلموا على يعني اقولها ازاي، رجول الفراخ. يعني ازاي ان احنا او البعض يروج لهذا الامر دلوقتي، ايه الهدف؟ الهدف انا يعني ده يرجع للجهة المروجة ليه، بس انا اتكلم بصفة شخصية ولا بصفة يعني، رجول الفراخ ما فيش فيها ادنى مشكله في التناول، بس انا ماليش دعوه بالجهه الصادره لهذا الموضوع. ولكن اقول لحضرتك انا كشخص، انا او انا بتجربتي او معرفتي لرجول الفراخ، رجول الفراخ ماده جيلاتينيه قويه جدا، ويمكن احنا بنصدرها، اللي مش عارف ان احنا بنصدر سترين كميات كبيره جدا من رجول الفراخ، والرجول الفراخ دي يمكن انضف واغلى الاطباق في الصين لما تحتوي على الماده الجيلاتينيه وبروتينات، ويعني مش ممنوعه ومش اي حاجه. لا انا شخصيا من هي الاطباق اللي يعني سمعت عنها مفضله ولها فوائد كبيره جدا، ولكن المركز يعني مكان يثق في هذا الكلام ويقول هذا الكلام، ده مركز علمي ما نقدرش ندخل فيه كلام هذا المركز،
ولكن انا بقول لك ان ارجل الفراخ احنا بنصدرها للصين، ومن ضمن الاطباق الغاليه جدا جدا في الصين والمهمه لما تحتويه من ماده جيلاتينيه لعلاج الام الظهر والارجل والكلام ده كله. بس طبعا ده مش اختصاصي عشان اتكلم باستفاضه عن كده، ولكن ده على حد معلوماتي ان يجب عليا ان انا اقولها واقولها بوضوح. لا دكتور يا عبد المنعم، بيه حضرتك بتقول لي بنصدر رجول فراخ للصين وطبق غالي جدا؟ يا فندم انا بقولها لك وصف من هذا الكلام، تصدر كميات كبيره جدا من ارجل الفراخ بتتعبى فاكهه متنظف وتسافر الصين، وبعض الناس من المصريين راح الصين واكل وفاجئ ان هي من افخم الاطباق اللي في الصين، لما تحتوي من فوائد كبيره جدا جدا. انما بقى اللي هينزل هذا المقال في هذا التوقيت الناس ممكن تاخده بطريقه ثانيه. لا لا، انا بقولها لحضرتك، انا على ثقه وعلى كلامي واقفينها، بقول لحضرتك احنا بنصدر ارجل الفراخ للصين من الاطباق المهمه جدا جدا في الصين، لما تحتيه من فوائد يعني غذائيه هامه جدا، وبتستخدم في بعض علاجات طبعا الام الظهر. لا ده حضرتك بتكلمني الجزء ده انتوا تموين مساله علميه يعني ناقشتوا فيها مع الجهات العلميه في مصر. مع قابل الاغذيه وغيره. تمام. والصين بتاخده مننا. بتاخد مننا يا فندم، بيتم تصدير كميات كبيره جدا منها. مش عايز اقول اسماء الشركات اللي بتصدر قد ايه يوميا والكلام. لا قول لي كم العدد، كم شركه بتصدر رجول الفراخ؟ يعني عندنا اكثر من 8 شركات بيصدروا ارجل الفراخ للصين. وبيتم تعبئتها او تنظيفها وتتعبى فاكهه وتتغلف وتتجمد وبتسافر على الصين. بكام الطبق بيبيعوه؟ ما حدش قال لحضرتك سعره كام بره؟ لا والله بقى لا، حكايه الثمن بره وكده انا بصراحه يعني ما عنديش خلفيه. لا في شركات حاجه بتقول لي مخصوص في مصر بتاخد. في شركات يا فندم، انا دخلت هذه المصانع في العاشر من رمضان وفي ايوب وبعض الشركات ده دخلت يا فندم. وكان في حد بيصدر في شارع العشرين في بولاق. يعني انا بقول لحضرتك عن يقين وعن المكان، شفته وشفت الاماكن التصدير وبعرف اتصدر. دخلت المصانع دي؟ يا فندم. ما بيشتغلش غير بس في رجول الفراخ. في ارجل الفراخ بتتنظف وتتعبى فاكيه وتتغاوي تخش تجميد على ناقص 40 ثم ناقص 18 وتصدر بره. دي للتصدير مش للداخلي مش محلي. لا لا، تصدير للصين. فقط. الشركات دي تحديدا للصين. للصين فندم. وعليها اقبال. وعليها اقبال كبير جدا. اصل بعض الناس خدوا على انه ان احنا عندنا ازمه وكذا والاسعار، وبالتالي شفتوا الناس. طب هقول لسيادتك يا فندم، قول لي يا فندم، لو وجهت سؤال لمحلات الفرجيه زمان في الفتره لما كانوا الصينيين عندنا كتار جدا وبيلفوا يبيعوا في الشوارع، ما كنتش بتلاقي ان معظم الصينيين يخشوا على محلات الفراخ يقولوا انا عاوز كله رجول او نص كله رجول؟ الصينيين؟ لا انا ما اعرفش يعني ما اعرفش. لا كانت بتحصل يا فندم، كانت بتحصل. كانت بتحصل. بتحصل. نعم. يعني بتقول لي اكله يعني بره بياكلوها في الصين. في الصين يا فندم اكله يعني من ضمن الاكلات الجامده اللي في الصين ارجل الفراخ. ارجل الفراخ. طبق بيبقى طبق. وزنه ايه؟ ربع نص ولا حسب ولا وزنه طبق رز بيطلع من عندنا فاكيه وبتعبى هناك بقى، بينزل في الطبق حسب طبعا ده اللي بينزل في المطعم او في المكان اللي هناك بينزل، بس هي بتعبى فاكيه بحضرتك وبتاخد عليها طبقه شلطات صحيه جامده جدا وبتصدر بره. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة